السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب نزالات بلبل الذئب المجنح. حنصدد كل بلاب. هو بلبل الذئب المجنح اللي فتحنا علبة اليوم، فاللي ما شاف حطلع جناح في علامة الآية وادخل على القناة وشوفوه. آخر مقطع نزل في القناة قبل هذا المقطع حنلعب اليوم نزالات وحنطلب القدرة على التحمل. وأنا وعدتكم يا جماعة الخير بمقطع أنه حنصنع من هذا بلبل الهجومي وحنصدد كل بلابلنا، مثل الجزء الأول الجزء الثاني حنشوف إحنا عاد كيف. وإذا متحمسين لهذه الفكرة اضغطوا لايك على هذا المقطع. قبل أن نبدأ نزال جماعة الخير، نذكركم بالشرف إذا ما كنتم مشاركين تفعيل جرس التنبيهات واضغطوا زر اللايك. خلينا نفج بهذا المقطع لايكات. رابط متجر الإلكتروني حيكون تحت زر الوصف. أتمنى من الكل بس أدخل شيك على الرابط، شيك على المتجر، شوفوا يعني شوف الصفحة المنتجات. ما لك مين إنك تشتري، ما تبغى تشتري بس أدخل على الرابط شوف المتجر. ممكن تلاقي شيء أساسا ما كان في بالك، ما كان في بالك إنه حيكون في المتجر. توظفنا أشياء حلوة وجديدة. نبدأ جماعة الخير على طول. أول جزء السيف الكاسر. هاي بيرس ونج من اول جوله. يا شباب اشترينا ستاند جديد قاعدين نصور دحين هذه اللقطات وهذا المقطع. ومع الستاند جت هذه القطعه هي حق تصير، لما تضغط هذا يبدا الفيديو، لما اضغط هذا مره ثانيه تشوف دحين حقفل الفيديو. المهم اللي ما يعرف بيشوف الستاند يعني وبيشوف الاستوديو الجديد اللي سويناه، سوينا شيء كذا حلو وفخم جديد، فاروح شوفوا قصه اليوتيوب او ستوري اليوتيوب لكم عن هذا الشيء، لانه هو قاعد يطلع صوت. كل ما اضغط يطلع صوت. الببل الثاني هو الجارح المتجدد. يلا يا جارح قبل التحمل. اوكي بالاخير اتحطم، بس انه صراحه تحمل ضربات قويه. البلبل هذا قادر على التبرسل. البلبل الثالث هو الكلب الضاري. بلبل جاي نفس المجموعه، خلينا نشوف مين حيكون الاقوى، الكلب الضاري ولا الذئب المجنح. اتحطم. اوكي والله فقد التوازن بسهوله. اخير بيرس يا اخي، يلا هدوني بيرس. اوكي يا اخي هذا البلبل قادر على التبرسل من جد. الاموال شباب ايش البلبل ذا اللي بس تحطم؟ اللي رمح اللولبي والله عيني لو حطم. لو رمح اللولبي حطمك فاعلم انك ضعيف جدا، اعلم انك جد مهزل. شوف هو الصراحه قاعد يتحمل، شوف كيف؟ في تحمل. اوكي والله جد مهزل. خسر. تم حطم. بس فاش المحطم. شوف كيف، شوف شوف كيف تحطم. لا فشلت انا. اوكي تحطم في الخير. ثاني اسرع بس اركب بلبل وانزله من جديد. حيفوز حيفوز حيفوز. يا ضعيف. شوف اوكي خير نسخة خاصة. اطلع بلبل بكل سهوله. العقرب في شيء العقرب ما حطمه. في شيء تمام سكر. هيبكل طبعا قلت هيبكل يا جماعه الخير. دي واحد طلع معانا من القناه. جارح المدم. الجارح ينزل هنا. محمد الجارح. شوف واو ما فاز. خير ما عليكم من فتح باب مبدلين محل الاستوديو جنب باب الشقه. ف كيف فاز عليه؟ اي فتحه باب او سكه باب اعتبر نفسكم. يلا الحلقه كانت شوف شوف بس الحركه سويناها وصل نص ما الحلقه وصلناها سويناها في احمق قطع. انا رميت هنا قام داب كذا. يلا كيف بعد تكون رفعت التيربو. طبعا هذا نفس اللي في المتجر. يلا بس القاعدة توقع تختلف. القاعدة أنا غيرتها طبعا، القاعدة اللي جت مع نفس الجانة مع المتجر أنا غيرتها، اخترت بلبل ثاني. شايفين اللي أحد يقول ما يمتص هو قدامك لما يمتص يده يمتص الطاقة. يب ميت رؤوس ما يحتاج بس على طول. يلا خيل النادي حامي قبل حفوز. حتى تقول عليه والله تطبع يتحمل. اوكي طيب السحافة في الهواء ما اعرف سميناه. حتى تقول هذا ما يلمس.
هذا اللي لمسناه قاعد يموت. واو ليش؟ واو اوكي والله فاز عليه. حتى لو منام متاخر يعني برضه صعب نتاخر عليه. تاخر حسب فاز اللي بقوة الدرع. كشوف هذيك ثلاثة بلابي كلهم سريين يرمي مع بعض. لا لا لحالهم جيب بلولي. طبعا عشان ما عندي سرية يا جماعة خير. يب مين أول؟ أول حاجة نرمي سمندر. السمندر تحية كل أخواننا المصريين بنحبكم. قولوا لي أنتم من حي إيه في القاهرة يا شيخ؟ لو قالوا لك أي حي بتقول لهم أوكي حاضر. حداك بجيب حي واحد. ازاي؟ انا بعرف كل المسلسلات المصرية بتفرج على الصعيدي. طب ايش ايش شايف حي؟ ايه؟ ايش شايف حي؟ الشرابية. شفت في حي زي كذا يا جماعة الخير؟ اكتب بقى في الكومنتات لو عندكم حي اسمه الشرابية. والله ما ادري ترى. في طلع في محمد رمضان. محمد رمضان اطلع محمد رمضان. قصد البرنس المسلسل حق محمد رمضان. محمد سامعين صوت باب؟ محمد رمضان يطلع في الاخير كله هذا في باريس. في باريس؟ ايوه المصر في الباريس. يا اخي ايش قاعد نقول احنا؟ والله ما ادري. سمندر عيب عليك شيخ. الو في لاق. سمندر يقول في لاق يا جماعه. لا بلبل حبيبي. طيب خذ. والله في لاق. في لاق وفي جلتش كمان. وميت. باب خلاص. البابل هذا مسوي جلتش. جيت ترى سوي الضباب سريع جلتش. مسوي جلتش. شو مو قاعد يخسر ضدهم. يب. والله ديف. قاعد يخسر ضد اليمينيين بس قدام اليساريين حتى ولا كليك. والله اسطوري. كليك لا لا في كليكات. يلا اخي بلبل. يب. ثلاث اثنان مرض الشكر واحد. يلا يا شيخ فوز عليك. كفو مفعل هاك. مفعل جيب مفعل هاك. طب اخر بلبل ثلاثة ما قدر منها بجال اطلاق وساري وقوي وخرافي. ارمي انت. ارمي انا ارمي هيكون بس بس خلاص. الله الله البس مينفعش كده يا جماعة. دي مهزلة والنعمة. فبس هذا كان كل عندنا. ما عجبكم المقطع مثل لايك واشتركوا في حجاب التنبيهات. دقيقة لا تنهي بسوي حركة. يلا حركة. يلا دقيقة. يلا وحش. صح. مالي كان بحطه في يده طبعا. انا كان معايا بيبي. انا معانا معايا بيبي. انا معايا بيبي. ارمي انت ارمي عندك وانا ارمي عندي ونشوف من يحطه في الحلبة. يلا. يلا تعال اتحرك. انا عندي انا وين داري ليك الدراب اللي عندهم درايفرات بيرنج كيف تحطهم. شوف احنا نفتح لكم الكاميرا اوسع شيء عشان تشوفوا احنا ايش قاعد نسوي. شوفوا شوف الرحمن ايش يحاول يجيبه بعدين يحطه في يده ويطيح. كلاتر ماي ايش الحركه التعبانه هذه. يلا انا مرمت كويس. خذ ما اوريك ليش. طيب يلا يلا. لا ليش ترمي طيب؟ ما ادري. اضعف بلاين في التاريخ يتواجهون. اوه الموضوع ضعيف حطه اخيرا فاز الاحد. فبس هذا كل عملته هو طلب الاجابه. دقيقه ارمي هذا ارمي هذا في يدي. ما حيترمي. هذه ترمي. انا قد جربت. حسن الختام. شكرا على المشاهده. ارمي شيء ارمي. بسرعه. اخي نص. شكرا على المشاهده. مع السلامه. ايش فيه يا حبيبي؟ مين مزعلك انت؟ انت شت زعلني. ايش لا حط هيك ايه امزح الا ضحك.